يعني بالتأكيد كلنا بنشوف حجم المشروعات الكبيرة اللي بتتعمل في ملف النقل، من أول شبكة الطرق القومية اللي بتستهدف إنشاء يعني خلينا نقول حوالي 7000 كيلو طرق جديدة، بجانب تطوير وتحديث وتوسعة الطرق القديمة. طبعا ده غير البدء في تشييد أول شبكة للنقل السكك السريع في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، وده ربما هيساعد أيضا بشكل كبير على تسهيل حركة الأفراد ونقل البضائع والمنتجات، لتتحول مصر بذلك إلى مركز عالمي للتجارة والتداول واللوجستيات. تعمل الدولة في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى ترسيخ مكانتها في قطاعي التجارة واللوجستيات الدوليين، وحيث ترى مصر ضرورة بذل المزيد من الجهد من أجل الاستفادة من موقعها الطبيعي الذي يتوسط قارات العالم الثلاث، كما تسعى الدولة إلى تعظيم الفوائد الناتجة من تواجد قناة السويس على أرضها، حيث تعتبر القناة الآن أهم ممر مائي في العالم. ولم تكن مصر حتى وقت قريب تستفيد من هذا الممر سوى برسوم عبور السفن، وبدون تحقيق أي قيم مضافة متعلقة بمرور تلك الحركة التجارية العالمية الكثيفة، وفقاً لما جاء في التقرير الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. وأكد التقرير أن الدولة المصرية سعت منذ عام 2014 إلى إحداث نقلة بملف النقل البري في عموم البلاد، لذلك أطلقت خطة شاملة لتطوير الشبكة القومية للطرق، حيث كان مستهدف إنشاء أو تطوير قرابة 75 طريق بأطوال 7000 كيلومتر من الإنشاءات الجديدة تماماً، علاوة على تطوير وازدواج 10000 كيلومتر طرق أخرى، وذلك حتى نهاية عام 2024. وتم بالفعل إنهاء أكثر من 50 مشروعاً، فيما يتوقع أن يتم الانتهاء من باقي المشروعات خلال الأشهر القريبة القادمة. وقامت جميع مشروعات الطرق تلك على فلسفة هادفة إلى تحقيق ربط كامل بين مختلف أقاليم البلاد، وهو ما يساهم بدوره في ربط مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي في الداخل المصري بالموانئ البحرية والجوية والبرية، ليساهم ذلك في تسهيل وانسياب حركة نقل البضائع والمنتجات، لتتحول مصر بذلك إلى مركز عالمي للتجارة والتداول واللوجستيات. أيضاً تساهم شبكة الطرق القومية المحدثة في تيسير تنقل الأفراد، وهو ما يساعد على إنجاح الجهود التنموية التي بذلت خلال التسعة سنوات الماضية بمختلف أنحاء المعمورة، وحيث سعت الدولة خلال تلك الفترة على تشييد قرابة 25 مجتمعاً عمرانياً جديداً، بالإضافة إلى إدخال تطويرات على المدن القائمة، سواء كانت قديمة في الوادي والدلتا أو جديدة على حواف الصحراء، وهو ما أدى إلى مضاعفة حجم العمران المصري بنسبة 100% تقريباً، ليصل إلى نسبة 14% من إجمالي مساحة مصر. وأكد التقرير حرص الدولة على وضع خطة لتشييد أكبر شبكة للسكك الحديدية السريعة في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي أطوالها عند الانتهاء من تشييدها 1825 كيلومتراً من السكك، وتستهدف خطة الدولة من تنفيذ هذا المشروع عدداً من الفوائد، منها خط ميناء السخنة العالمين الجديدة الذي سيمثل محور ربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وهو ما سيمثل أحد أهم الممرات اللوجستية القائمة، وسيعزز من فاعلية حركة التجارة العالمية المارة بقناة السويس. أيضاً سيساعد الخط الثاني من مشروع القطار السريع الذي سيمتد بين مدينة السادس من أكتوبر شمالاً إلى أسوان جنوباً بطول 925 كيلومتراً في خلق محور نقل جديد غرب النيل مار بأغلب المدن الجديدة بصعيد مصر. الخط الثالث، وهو آخر مراحل شبكة القطارات السريعة حتى الآن، سيعمل على تسهيل التواصل بين منطقة غرب النيل عند الأقصر مروراً بمدينة قنا وصولاً إلى الغردقة عاصمة السياحة بالبحر الأحمر.